السلام عليكم، حياكم الله معنا. معكم أخوكم فرحان حسن الشمري، مدرب معتمد. راح نكون إن شاء الله في رحلة طيبة من خلال هذه المنصة الموقرة في أهم 10 نظريات في الإدارة. طبعا الإدارة موضوع مهم وكلنا نحتاجه، ليس في العمل فقط، حتى في إدارة أمورنا الخاصة. على العموم، العشر نظريات تكون مهمة جدا للمدير والموظف، ومثل ما قلنا لكل إنسان يبحث أنه يدير أو أنه ينتج أكثر. فهذه أهم 10 نظريات خلال تاريخ الإدارة، إن شاء الله راح نستعرضها، وإن شاء الله أنكم راح تستفيدون منها في حياتكم العملية وحياتكم الشخصية. شكرا للجميع وبالتوفيق.